تحية طيبة وتبارك الله عليكم. عدنا مجددا في حلقة أخرى من برنامج نفحات رمضانية من الشرق. هذه الحلقة مختلفة بزاف على الحلقات اللي دوزناها. هذا النهار هذا غادي نتعرفوا على واحد الفن اللي هو الفن القناوي اللي الأصول ديالو من إفريقيا بطبيعة الحال. اليوم معنا واحد المعلم الشاب هو والأصدقاء ديالو تا هما فنانة تبارك الله، المعلم نوفل الوجدي اللي غادي يتحفنا ويمتعنا اليوم مجموعة ديال الوصلات ديال الفن القناوي بطبيعة الحال في ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. واليوم غادي نتعرفوا على هذا الفن هذا وعلى المشاكل اللي كيعانيو منها، يعني حتى الفنانة ديال القناوي بطبيعة الحال، والأصل مجموعة ديال الأسرار اللي غادي يحكيها لنا اليوم سينوفل بطبيعة الحال. نخليكم مع الوصلة الأولى ونرجعوا مع سي نوفل الوجدي بطبيعة الحال، ندردشوا معاه ونتعرفوا على هذا الفن القناوي بطبيعة الحال. Thank you.
إذا مشاهدي شو تيفي كما استمتعنا في هذه الوصلة الأولى من الفن القناوي اللي أداها لنا سي نوفل الوجدي هو والمجموعة ديالو بطبيعة الحال اللي كنحيوهم بزاف. إذا هذا الفن القناوي كما كتعرفوا يعني واحد الفن اللي روحاني اللي تا هو كيتغناو بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم يعني حلقة مختلفة من برنامج نفحات رمضانية من الشرق. غادي نتعرفوا أول حاجة على سي نوفل. سي نوفل تبارك الله عليك، مرحبا بك معنا. الله يحفظك سيدي، الله يحفظك سيدي طريق، مرحبا بكم عندنا، مرحبا بكم، مرحبا بالإخوان كاملين. الشكر لشوف تي في اللي جات حضرت معنا وبغاتي مرحبا. توصل داك الشيء ديالنا للناس، ديال الناس كاملين باش يعرفوا شنو هي الطريقه القناويه في مختلف بقاع الوطن. ان شاء الله ان شاء الله باش توصل لجميع النواحي ان شاء الله. خويا نوفل بغيتك تهضر لي شويه، بغينا نعرفوا الناس شكون هو نوفل وهذا الفن القناوي واش، لان كنعرفوا حنايا الناس اللي كدير القناوي تبارك الله كيكون داك الشيء سلاله يعني موروث، وكاين الناس اللي عاوتاني كيتشبعوا في الجلسات تاع القناوه وديال ديال ديال يعني هذا الشيء اللي كيندار. بدا باش تعرفوا نوفل، معلم نوفل هو معلم وجدي من اصل قناوي 100% من جهه ديال الوالده ومن جهه ديال الوالد، يعني من الاصل ديال الوالده في الناحيه ديال الجزائر، عروق تما ديال تشقناويت، وكان تشقناويت هنا في المغرب مع الوالد، يعني جدودي وجدود جدودي كانوا في هذه الحاله هذه. يعني هذا الشيء هذا معطيك كما كنقولوا احنا الله موروث من العائله تبارك الله. خويا نوفل بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش الفن القناوي، يعني الغناء، النوع تاع الغناء اللي كتغنيوه، يعني شنو انواع ديالو، فيه الذكر ولا شنو؟ والحمد لله الذكر راه هو ضروري، الصلاه على النبي، بولا الله فاطمه، يعني كتذكر غير اولياء الصالحين والانبياء، هادشي اللي كاين. ولكن كاين بعض الناس، بعض الناس اللي يختلفوا فيها وخلطوها بشي صوالح اللي ماشي هي هذه. فهمتوا هذاك الشيء اللي بغيت نقول لك، لان الناس دين على النظره على مثلا ماشي على كل شيء، الناس اللي عارفين بالدومين كما كنقولوا حنايا كيعرفوا باللي الناس اللي كي يمارسوا الذكر ديال الله سبحانه وتعالى والرسول وهذه، وكاين الناس اللي عاوتاني بغيت تفهم هذه القضيه باش الناس ما تخلطش بين هذا. الناس يعني عارفه دابا، حتى الناس عارفه فين الطريق ديال اليمين وفين الطريق ديال اليسار، يعني باين، يعني الا بنادم غادي تمشي له ما غاديش يقول لك ندير لك كذا وندير لك شي حاجه وندير لك شي حاجه، فهمتني كيفاش؟ يعني الا بغى بنادم غادي غير يسمع،
يتولع بنادم، داكشي داكشي كيدخل للقلب ويدخل للخاطر. يعني بنادم ملي كتقول له على الوالدين، كتقول له لا ممكن تشيل الموت، يعني في الكلام ديالنا، فهمت. يعني بنادم القلب ديالو كيتحرك ورا ضروري. انا بنادم راه لحم ودم، تبارك الله ضروري. تبارك الله، كاين بزاف تاع الناس اللي مولوعين بهذا الفن القناوي في ربوع المملكه. غير الاصل ديال القناوه خويا نوفل منين؟ انت قلت لي دابا كاين الجزائر وكاين المغرب، الاصل الحقيقي هنا مثلا في المغرب البلاصه فين؟ الاصل ديالها من تنبوكتو. تنبوكتو، اه. دابا راه منين جاو دوك الناس من البلاد ديالهم، جاو على شكل خدامه، فهم دوك الناس اللي يعني جايبينهم عبيد، راه اختلفوا، راه كلها وفين مشى. كان اللي يدخلوا على الطريق ديال الجزائر، وكان اللي على مرسى، هم كاملين كل اي بلاصه دخلوا فيها، يعني على الجزائر دخلوا، على تونس فين ما مشيت راك كتلقى التقناويش. وتونس راه عندهم اسطنبيلي، تاهم عندهم داك الشيء روحاني كما كتشوف داك الشيء في الليله ديالنا هنا، كتشوفوا عندهم هما، فهمتني؟ في الداخل عاوتاني، حنا الطريقه ديالنا دابا هنا ديال وجده، كاين الناس اللي داينها بطريقه مختلفه. يعني الاصل ديال التكناوت في وجده عندنا اصل ديال الشكل ديال الديوان ديال الجزائر. يعني حنا جايين في المنطقه ديال وجده، التقارب ديال الحدود دي فوالا، يعني حنا جايين بحكم التقارب، يعني كما قلت لي اخويا طارق. وحنايا في حنا جينا ما بين الداخل ديال المغرب وجينا هنا ما بين الجزائر، مع الناس اصلا قبل كانوا كيدخلوا هنا للجزائر، كانت من الجزائر لهنا كانت كتجيهم سهله باش يدخلوا. يعني داك الشيء كان ينسجم، والخدمه ديالنا اصلا الخدمه ديالنا 100% جايه للطريقه ديال الجزائر، ماشي للطريقه كما خدمنا فحال هذا الطرح الاول اللي خدمناه، ماشي نفس الطريقه، ماشي نفس الطريقه، لا ماشي نفس الطريقه ديال وجده. بالنسبه للطرح اللي غتقدموه هنا دابا، شنو هي الطريقه اللي غادي الناس يستمتعوا بها؟ الطرح الثاني اللي نقدموه طرح بلدي وجدي 100%، يعني ديال البلاد، اه، رسول الله تبارك الله. اذا المشاهد يشوف تي في، نخليكم مع هذه الوصله الثانيه او ما يسمى يعني في الطريقه القناويه بالطرح طبيعة الحال. هذه طريقه وجديه اللي كتغنى حتى هي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وديك المجموعه تاع الامور فرجة ممتعة. ولا نعاودها باش نكملوا مع سي نوفل. Thank you.
إذا مشاهدي شوف تيفي استمتعنا بالوصلة الثانية يعني بعد الطرح البلدي مع المعلم نوفل الوجدي بطبيعة الحال. خويا نوفل غادي نرجع معاك للقضية هنا في الفرقة، شكون هو يعني المعلم، الدور ديال المعلم القناوي في الفرقة يعني نتاع قناوي؟ الدور ديال المعلم القناوي خو طريق شنو نقول لك؟ قالها واحد المعلم الله يرحمه أحمد أبوصو، قال لهم في الليلة من كنكونوا خدامين، يعني كنكونوا في دار، حنا غنقلعوا الليلة ونكونوا في دار، غنكونوا في ديك الدار فيها داك السوارد ديال الضو، فهمتي؟ الضو فاش باش كتشعل الضو بالديجانكتور، ديجانكتور واه، والديجانكتور إلا طفى ما يشعلش الضو، هو المعلم هو الديجانكتور. الدراري هما السوارد ديال هما السوارد تقول لي هذا تشبيه زوين. المعلم نوفل غادي نرجع معاك لهذه الآلة الموسيقية اللي تبارك الله مروحنا، غير كتسمعها كتحس بشي حاجة في شكل هي أصلا آلة روحانية، الصنع ديالها كيكون بالجلد ديال الجمل، ضروري الجلد ديال الجمل ضروري، واللوح، اللوح يعني اللوح فيها الروح وجلدها فيها الروح. كيقول لك هذه الاله عندها الروح بحال الانسان، صح؟ وراها روحانيه شو كتكون مغبون. انا كنهضر حاليا على راسي، كنكون يعني في واحد الحاله اللي ماشي هي هذه، ابار يعني ابار تاكناويت ولا شي حاجه، ديرونجي مصداع في حياتي ولا شي حاجه، يعني غادي تجي كنهز القنبري دراندرا كنولي مزيان، فهمتوا؟ اي انا وراسي كيسمع بنادم القنبري كيرتاح. وهاد الآلة هذه مثلا نبغيو يتعلموا لها الناس اللي كيتفرجوا فينا، واش سهلة ولا خص ضروري الإنسان يكون كبر في هاد الوسط ديال القناوة والتقناويت؟ لا ماشي بالضروري يكون كبر في الوسط ديال التقناويت، يقدر راه كاين شحال معلم دابا راه ما كبرش في الوسط ديال التقناويت والحمد لله دابا معلم وتبارك الله. الآلة ديال التقناويت اللي بغيت يتعلمها راه غادي يتعلمها، يعني إلا كانت عندك واحد الرغبة في شي حاجة غادي تتعلمها. اي اله ماش ابار القنبري ولا شحال، اي اله اخويا طريق يعني غادي تبغي تعلمها غادي تتعلم، يعني هذه بحالها بحال اي اله موسيقيه كما كنقول، بحال اي اله موسيقيه، حتى هي عندها دي نوت، حتى هي عندها كل شيء. ودابا راه داك الشيء راه طوار دابا، فهمتوا؟ تبارك الله. المعلم نوفل غادي نرجع معاك، انت تبارك الله كدير واحد الفن اللي زوين ياك، وتبارك الله انتم واحد الناس اللي متمكنين، يعني ماشي دي زاماتور ولا، صراحه انا فاجئتوني، يعني داك الشيء يعني احترافي، ماشي شي واحد اللي عادي، يعني كما كنقولوا يعني صنعه، كما كنقولوا حنايا صنعه يعني صنايعيه بهذا المعنى هذا. بغيت غير نهضر معك على القضيه تاع انه واش ما فكرتوش ديروا فيديو كليب مثلا، تسجيل شي حاجه ديال لا فيزيون، كنشوفوا مثلا حنا مهرجان ديال الصويره مثلا ديال قناوه ديفيزيون، ما فكرتوش ديروا شي فرقه هنايا في وجده وتدخلوا معها الساكس؟ عندنا الدراري تبارك الله هنا اللي يقدروا زعما تمشيو معاهم بعيد. لا الحمد لله كاين دابا دي كونسيرفاتوار، وكان يعني هنا بزاف الصوالح اللي فين الدراري كيتعلموا كان موسيقي. المشكل هو ما كاينش الدعم باش كيعطيك باش دير واحد الفيديو كليب، باش دير واحد يعني خصك دير ضروري داك الشيء من المال ديالك الخاص، فهمتني كيفاش؟ يعني شويه صعيبه. الحمد لله انا كانوا عندي بزاف ديال الخطوات اللي كانوا عاونوني بزاف، من حيث انا كنت عايش في بلاد المهجر، عشت تما واحد 7 سنوات، وديت بزاف ديال الصوالح، ديت بزاف ديال الخبره يعني من تما موسيقيين بزاف، يعني خدمت فالونسيان مع موسيقيين يعني الطبقة يعني ديال الموسيقيين اللي هما موسيقيين محترفين يعني 100%، وكان بيناتنا واحد الانسجام، وكانت واحد يعني كما كنقولوا درنا واحد الهضره بيناتنا غير بالموسيقى، يعني مع اختلاف اللغه كانت الموسيقى هي اللي جمعتنا، وفي واحد المستوى بزاف خدمنا بزاف، يعني في هولندا في الالمان، يعني درنا يعني شت يعني واحد الحوايج اللي كان خصني انا نشوفه، يعني جلت يعني انا ديك الشوفه اللي بغيت نشوفها بغيتهم يشوفوها جميع الدراري الموسيقيين عادي باش يوصلوا باش يكون الفن يعني ديالنا تشقناويت. الحمد لله دابا راه دخلت تشقناويت اليونسكو، راهم اعترفوا بها
في اليوم يسكون الحمد لله. يعني ولات تورات الحمد علاني. لله احنا كنديروا مجهودنا يعني، كنبينوا يعني كنديروا دي لايف، هو الجهد ديالنا واللايف دي لايف يعني باش الناس باش نوصلوا لها يعني ها شكون حنا، ها الخدمة ديالنا، ها كيفاش ها كيفاش فوالا، يعني داكشي اللي كاين وهادشي اللي كاين اخويا. نتمنى الخير ان شاء الله، نتمنى المسؤولين يعاونوا هذه الفرقة الفتية، وحنا انا مستعد انه شي واحد بغى يتواصل معكم ولا يتصلوا بشوف تي في نوصلكم عند السي المعلم نوف الوجدي بطبيعه الحال. اخر وصلت بغيت تقدموها لنا قبل ما نودعوا الجمهور الكريم. مرحبا سيدي. الوصله اللي كيحبها جميع الناس اللي كيجي عندنا وكيسمع لنا والناس ديال تكناوات هي الوجبه ديال الكحل غمام. تبارك الله عليك. اذا مشاهدي شوف تي في لنا يعني لقاء اخر ان شاء الله في هذه الوصله الاخيره مع المعلم نوف الوجدي بطبيعه الحال، اللي غادي يمتعنا في هذه الوصله الاخيره ان شاء الله. لنا عوده في حلقه اخرى وفنان اخر ان شاء الله. تحياتي وتبارك الله عليكم. Yeah.